طيب على ذكر السينما العالمية بقى، يعني اشتغلت مع مخرجين كبار، اشتغلت مع دوغ لايمن في فير جيم، كينجدوم اوف هيفن مع رادلي سكوت، مسرحية كامب ديفيد مع مولي سميث. شفت المدرسة دي ازاي، او الى اي مدى مختلفة عن مدرسة السينما والمسرح في مصر؟ طريقة تانية في التفكير، طريقة مختلفة. احنا عاطفيين قوي، يعني بنستخدم ايدينا كتير مثلا في العواطف طالعة لبره، هم لا، هم لجوه. احنا تلاقينا واحنا بنتكلم تلاقي بقنا بتفتح قوي، يعني تلاقيه هم كده يعني سيوي سيوي يعني بيصوصو. يعني الكلام يبقى في حتى في الغضب تبص تلاقيه ايه، بقت في اختزال في العواطف شوية. طريقة تانية بقى في التفكير وانت بتشتغل معاهم، يعني فيهم حاجة من دول. المدرسة دي خد بالك، اصل احنا ما كناش بعيد خالص. طبعا هو احنا بعدنا لما انحرفنا عن النموذج ده. يعني تتفرج على محمود ياسين في العذاب امرأة تقول انا بعده كل مرة اقول مش معقول، مش ما فيش شوت مش عارف اصدقه فيه، كله مصدقه طول الوقت. صح. ايه ده؟ يعني ونيلي كانت رائعة، يعني انت فهي بس طريقة تانية في التفكير، وانه الفن مقدس زي ما عند صلاح ابو سيف، زي ما عند يوسف شاهين، زي ما كده، صيغة النجم العالمي، بس كان زي عند دول، بس كمان المناخ كله كان كده. مظبوط مظبوط. صيغة النجم العالمي، اه هل العالمية دي ليها مواصفات معينة؟ لأنه يمكن ساعات بنلاقي البعض بيحاول يدي الصيغة دي لنفسه، ممكن يشارك في حاجة دوكيومنتري، فيلم وثائقي محدش شافه قوي، بس فيبدأ يقول أنا ده أنا نجم عالمي، ده أنا عملت كذا وكذا. هل شايف إن العالمية دي ليها مواصفات معينة؟ مش مواصفات، هي العالمية مستوى، يعني بغض النظر عن جنسيتك، بغض النظر عن شهرتك. يعني نجيب محفوظ عالمي، يوسف إدريس عالمي، صحيح ده خد نوبل وده ما خدش نوبل، بس المستوى عالمي. يعني لما تقرأ أولاد حارتنا، أو لما تقرأ بيت من لحم، أو لما تقرأ الحرام يوسف إدريس، أو لما تقرأ الثلاثية لنجيب محفوظ، ده مستوى عالمي. لما يبقى تتفرج على يوسف شاهين، أو تتفرج على فليني، أو تتفرج على ريدلي سكوت، ده مستوى عالمي. أو تتفرج على صلاح أبو سيف، أو كمال الشيخ، أو حسين كمال، أو بركات، كلهم مخرجين عظماء، أو فطين عبد الوهاب كده، ده مستوى. أحمد زكي، انت عادل امام، يحيى الفخراني، نور الشريف، محمود ياسين، الريحاني، ايه الفرق؟ الريحاني عالمي وتشارل تشابلن عالمي في المستوى. الباتشينو مستوى عالمي بغض النظر هو في امريكا ولا في محمد عبد الوهاب مزيكاتي عالمي، رياض السنباطي مزيكاتي عالمي كده. انت انيو موريكوني مزيكاتي عالمي، لودوفيجو اناودي مزيكاتي عالمي، يعني انت هنا هان زيمر مزيكاتي عالمي. فانت عندك المهم انت تبقى المستوى بتاعك، هي دي الحكايه. طيب قبل ما ابعد عن السينما، يعني العالميه ليها مستوى كده، ليها مستوى معين ما لهاش علاقه انما في هزار لطيف من حبايبنا المصريين، زكي عالمي ولا عالمي يعني كده. فتلاقي واحد عالمي على طول. وفي واحد تاني يتريق عليه يقول لك فاكر نفسك علامي.